مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يخاطب الملك محمد السادس ويقول: الله يبارك في عمر سيدي. وفي التفاصيل: الله يبارك في عمر سيدي، الجملة التي نطق بها في حضرة الملك محمد السادس مائير بن شبات مستشار الرئيس الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما يدعو للتوقف كثيرا عند الرمزية التي يحظى بها عاهل المغرب بصفته أميرا للمؤمنين أجمعين. الله يبارك في عمر سيدي قد ينطقها أيا كان، لكن ما استشعره المغاربة فيها من حب وتقدير وتبجيل يظل بليغا، وهي تخرج من فم مائير بن شبات خلال الاستقبال الملكي للوفد الأمريكي والإسرائيلي الذي أسس لأول مرة زيارة للمملكة منذ قرارها استئناف علاقاتها مع إسرائيل. وفي هذه الدعوة الموجهة لرب السماوات ورب الأديان والشعائر السماوية، ما يزيل كل غمامة أو لبس عن الرمزية التي يحظى بها الرسول الكريم الذي صان عهد المؤمنين ولم يظلم عنده أحدا، ولا جديد في أن المملكة رسمت لها مسارا خاصا في تعاملها مع باقي الديانات، لكن وقفة السلطان محمد الخامس بن يوسف مع اليهود في وجه حكومة فيشي المسخرة من الزعيم النازي أدولف هتلر لاصطياد اليهود من المغرب ستظل راسخة في أذهان أبناء المغرب الذين رمت بهم الأقدار إلى مناطق مختلفة من الأرض من بينها إسرائيل. ويكاد لا يخلو بيت أي مغربي يهودي في كل مكان من هذه الأرض من صورة السلطان محمد الخامس الذي وقف أمام حكومة فيشي ليقول أن رعاياه مغاربة ومغاربة فقط، ولا فرق بين مسلم أو يهودي، ومنع تقتيلهم والتنكيل بهم وجعلهم في مأمن من كل خوف. رسالة محمد الخامس أخذها نجله الملك الراحل الحسن الثاني، وقد آمن أن الدين لله وأن الأرض للجميع، واتبع مسارا مغايرا لما اقترفته العديد من الأنظمة العربية التي دبحت ورحلت اليهود وصادرت ممتلكاتهم بعد حقوقهم وقطعت كل أواصرهم بالأراضي التي رأوا النور فيها. وعلى المنوال صار الملك محمد السادس، حيث أن النموذج المغربي يظل متفردا، وهو يرى في المواطنين المغاربة أولا دون تمييز بين مسلم أو يهودي، ولذلك يشار بالقول مغربي يهودي وليس يهودي مغربي. فهل من درس أبلغ للعاقلين من هذا؟ لقد ارتحل مغاربة يهود من المملكة وفي قلوبهم غصة وأماني بالعودة إليها، وقد لمسوا فيها تعايشا سلميا غير معهود في شتى بقاع المعمورة، بينما ظل منهم آخرون هنا بين إخوانهم المسلمين الذين تربوا وترعرعوا على احترام كل الشرائع السماوية. وفي خبر آخر، أعرب المستشار الرئيسي لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية جاريد كوشنر مساء أمس الثلاثاء بالرباط عن امتنانه للملك محمد السادس على قيادته المتبصرة التي تضع المغرب والمنطقة برمتها على مسار واع للغاية. وقال كوشنر خلال لقاء صحفي عقب حفل التوقيع أمام الملك على إعلان مشترك بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل: إنني ممتن للغاية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على قيادته المتبصرة التي تضع المغرب والمنطقة برمتها على مسار واع للغاية. وبعد أن ذكر بأن المغرب يعد أحد أقدم وأوثق شركاء الولايات المتحدة، أبرز كوشنر أن البلدين اللذين احتفلا مؤخرا بالذكرى السنوية 243 بالاعتراف بمملكة الولايات المتحدة في عام 1777 تجمعهما علاقات أقوى من أي وقت مضى،
وبخصوص قضية الصحراء المغربية، سجل السيد كوشنر أن كل الإدارات الأمريكية منذ إدارة الرئيس بيل كلينتون أكدت دعمها للمبادرة المغربية الجادة وذات المصداقية والواقعية للحكم الذاتي في الصحراء. وأكد السيد كوشنر أن حكما ذاتيا فعليا هو الخيار الوحيد الممكن، مجددا دعوة بلاده لجميع الأطراف إلى العمل بشكل بناء مع الأمم المتحدة من أجل المضي قدما في عملية التفاوض. ومن جهة أخرى، أعرب المسؤول الأمريكي عن تطلعه بفارغ الصبر إلى افتتاح قنصلية أمريكية بمدينة الداخلة للدفع بالجهود الدبلوماسية وجني ثمار جهود المغرب الملموسة لفائدة الأقاليم الجنوبية. وأضاف أن الأواصر التي تجمع القصر الملكي والمغاربة قاطبة باليهود المغاربة ستشكل جسرا بين البلدين وإحدى دعائم السلام بين الشعبين. وأعرب ابن شبات عن تأثره البالغ بهذه الزيارة إلى بلد ولد فيه والده وأشقاؤه وآلاف اليهود من أصل مغربي، مبرزا أن عادات اليهود المغاربة وتقاليدهم متجدرة في إسرائيل عبر الأجيال الحالية. ولافت السيد بوريطة إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار تنفيذ عناصر المكالمة التي تمت بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب، التي تضمنت إعلانات تاريخية وهامة بشأن الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء والتطورات في الشرق الأوسط وإعادة إحياء آليات التعاون بين المملكة المغربية ودول إسرائيل. وبعد زيارة الوفد الأمريكي الإسرائيلي، خرج بلاغ للديوان الملكي وهذا ما جاء فيه: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يومه الثلاثاء 22 دجنبر 2020 بالقصر الملكي بالرباط، وفدا يضم السيد جاريد كوشنر المستشار الرئيسي لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والسيد مائير بن شبت مستشار الأمن القومي لدولة إسرائيل، والسيد أفراهام بيركوفيتش المساعد الخاص لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية والممثل الخاص المكلف بالمفاوضات الدولية. وخلال هذا الاستقبال جدد جلالة الملك نصره الله الإعراب عن ارتياحه العميق للنتائج التاريخية للاتصال الذي أجراه جلالته في 10 دجنبر 2020 مع فخامة السيد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. ويشكل المرسوم الرئاسي الذي يعترف بمغربية الصحراء إضافة إلى التدابير المعلن عنها من أجل استئناف آليات التعاون مع إسرائيل تطورات كبرى في سبيل تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي. وتهم هذه التدابير الترخيص لشركات الطيران الإسرائيلية بنقل أفراد الجالية اليهودية المغربية والسياح الإسرائيليين إلى المغرب، والاستئناف الكامل للاتصالات والعلاقات الدبلوماسية والرسمية مع إسرائيل على المستوى المناسب، وتشجيع تعاون اقتصادي ثنائي دينامي وأخلاق والعمل من أجل إعادة فتح مكتبي الاتصال في الرباط وتل أبيب.